وانا يوم بيوم تبقى حكاية وتبقى رواية في ضشواك احلام. في حكواتنا ملامح ذاتنا سيرة منوم وانا يوم بيوم تبقى حكاية تبقى رواية في ضشواك احلام. فيها العالم والمتعلم فيها الظالم فتح يا عليم رزاق يا كريم توكلت عليك يا الله رب العرش العظيم. هاوش الله يديك العافية يا بنتي الله يديك العافية كتر خيرك. الله يدينا عفوك ورضاك أبوي. عافي ورضيان عنك بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. عرف عرف لين وين المرسيدس؟ الكارو شوية الاستيكة تعبان بالله والله. طيب مزحلين النوبيرة دي شوية كده يا زول. ما تتفرح بتفرح يا أخي ما تتفرح بتفرح ديني كريت بالله. ممسوخ ممسوخ أنا؟ أكذا كذا سيخلي كلامك ده كله أحشي لي سندوتشي بطحنية خليني نمشي. ليه ماشي الروضة؟ يا زول يا أخي مالك ما خلحت أنا يا أخي في شنو يا اخي؟ ومالك اخو ماسك يا طورتك وقاعد؟ والله انا بتنطمط يا اخي بتنطمط من الزراعه ومن الحواشات ومن الحذر ده. طمط؟ اجيب لك ليمون يعني؟ والله 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 انا كرهت زراعه الفول والقطن دي. الحواشات دي ما كلمتك بشي شبابنا ونضارتنا وما بتدينا غير الغبشه ودعويه الخشوم. هي كان فيها فايده كان ابواتنا ديل لاسي بحالتهم دي. ما اما قمنا لقينا ابواتنا ديل يحفروا يلفوا يحفروا في حته واحده زي ابو الدنان. انا من الليله فكيت درب الزراعه طلقتها عديل. ما بتقدر. اها مش الطوريه دي والله الزراعه ما راجع لي كده. اسمعني اسمع صوت عليك كم يا حسين اسمعني يا حسين كده اسمعني دقيقه. الطوريه دي يا عباس الطوريه دي مثل يناي دي سلاح البحارب بيه. شفت لك جندي رمى سلاحه وخش معركة وانتصر علاقة قوية وعشرة قديمة بينه وبين الطورية دي. بصحبتي في الملمات وفي الصعاب بتشد زري
ولما الأرض تصعب علي بغرس فيها زي المعلقة في الكستر. بلا كستر بلا سماية. هاك قوم شيل عيشتك دوم شي على حواشتك. هاك كده دردر لي بحبة طحنية. دردر لك بطحنية وين قروشك؟ ليه؟ ما عندي عندك باقي 300. 300؟ 300 دردر لك بها طحنية؟ والله 300 دي ما دردر لك بها ملح. خلاص جيبها باكل حافة وبشرب عليها موية. ممسوخ شو دردر لي دردر لي 300 دردر لك ب 300. لا طريا دي بتصير عذري عذري زي جناي جنا جن الكلكي جنب الداوة كعب الاندراوة. العباد ما نصيح كان نصيح كان ساعد عمه في خدمة الحواشة. هاي هو أبوه كان ساعد عشان يساعد عمه وبعدين أبوه ذاته ما محتاج لمساعدة من العباد. ماله ما عمه ما يساعده يساعد في ناس الحلة ويساعد في ناس الغربة. النهار كله يترسل لي نسوان الحلة. السلام عليكم. أهلاً يا العباد. أهلاً العباد جاكو كان الله بداكول كان طيلي لنا خزنة ما كان لقيناها. جاك العباد زي مين جابك علي أبشاك عدا غالي يا ولد. عندك لقيمات؟ بسم الله شوفي المجنون ده لقيمات مصطى النهار. ألا دي قراصة قرصة كدبين. والله غايتت يا العباد. أضحك يا صفا. من اللي بيستاهل الضحك غيرك في الحلة دي؟ أضحك هيا أضحك. هاي قوم شيل الفطور ده ودي لي عمك في الخلا. الحواشة؟ وحاتو مي ما بمشي الحواشة. أمشي في القندراني قوم أمشي يا ولد. أمشي خلطة حليمة دقة قديمة. خلطة حليمة دقة قديمة. خلطة حليمة دقة قديمة. خلطة حليمة دقة قديمة. خلطة حليمة دقة. تلاقي قال ليك الطورية بقى زي جناي؟ والله جنس هضربة تشد من أزري جناي والمعركة. والله تقول نحن في الفلوجة. عم بوجده كان معلم محترم مما نزل المعاش مسك الطورية وقال تح. تعرف الزول بعد يطلع معاش بيطش شبكة. هاي شبكته وطاشة لكن السبب بطل بشيرة. السبب بشرية. وبشرية دي مني كمان بشرية دي مرد عمي البشرة المرحومة يوم صفاء. طير الرهو انت شايت وين؟ كلامه صح كلامه صح. بشرية دي ام صفاء وحليمة دي خالتها. صفاء ام المرحومة. يعني حليمة دي ما ام صفاء؟ لا دي خالتها وهي ربتها. بالله والله اول مرة اعرف الحكاية دي. اعرف واعرف كمان صفاء دي بنت عمي وما بزول غيري بعرسها. منو ده؟ صفا. صفا عنك يا أستاذ كتر خيرك. تعرف بيجي من الخلف فتران لكن طلتك زي الغيمة في النهار الحار. انت يا كالغيم والمطر والخير كله يا أبوي. خلاص أربط الحمار وفك منه اللجام. كله بعمله. تفضل انت يا استاذ. استاذ يا بنتي انا مزارع بسيط. منو قال لك انت استاذ؟ واستاذ كبير افنى نص عمره في تربيه الاجيال والنص الثاني رهان بينه وبين الارض. يا ريت يا ريت اكسب الرهان يا بنتي. اكيد يا ابوي كده خش من الحر. الله يديك العافيه يا حليمه. وين ناس جوا؟
انت ما تمشي الذهب نازل كلها مشت الذهب. موضوع الذهب ده صوم اجعلي بالنا احنا. والله انا فكرت فيه الا خفت امي تحميني. هويها انت وعمنو مالك الحسين؟ والله انا اول زونه مش كده قلت لي الذهب ده كيف؟ اوه هوي الذهب ده له جهاز والجهاز غالي. مش موضوع الجهاز ها؟ سهل جدا. كيف؟ قلت لي كيف؟ الكيف جبنة. كيف؟ أنا جبنتك بعرفها من جلوتها من ريحتها بس بعرفها دي حقتي. إن شاء الله تعجبك. أنا بالحيل بتعجبني. تي حليمة وين؟ جاية. إلا ما شكر جبنتي جنبها عشان ما نحرجها. أنا قلبي مقبوض يا صفا. مقبوض من شنو يا أبوي؟ الوليدات قاعدين عطالة قدام دكان عباس والأرض مدمدمة زي العروس. ما قالوا المشروع بيقى ما زي زمان؟ لا المشروع ده أمينة البلد الشايل البلد كلها. المشروع البمبر الوهيط الشايل كل الناس بارتياح. آها حليمة جاتكم ببمبرة. حباب بنت العبيد حبابة حباب حليمة. اشربي اشربي شيلي فنجانك ده اشربي. لا لا ده فنجان صفا. ده كبيته ليك انا بيدي كبيته لحليمة بنت العبيد. انت ابو صفا؟ نعم حليمة. وشك ده الليلة ما عاجبني ما تمشي الظهرية. امشي كيف؟ انا كان جبت لي ولد ما كان ساعدني. تلموا القروش تشتروا الجهاز ويلا يا الذهب جاك زول. لا لا هذا الواحد ثلاثة زولات. هوي هوي ثلاثة ما محسوب معاه. والله في نصكم لو مشينا مدني. اها نشتغل شنو؟ اقعوا الملجة اقعوا الملجة. الملجة دي لكن ما دارها لا راس مال ونحن ما عندنا قروش. مدني التذكرة بكم؟ ما في 5 جنيه. والله لو مفت الدين 10 جنيه. انت ما معنا. والله انا في نصكم. لا سوقوا معاكم بينفعكم بينفعكم ان شاء الله في المراسيل ساي كرميته في الحفره ها وفي دبيب يبقى زي الجهاز كيو كيو. الله يلاقيه. ابوي يتمنى الولد رغم انه طول عمره بيفتخر بي يمكن لانها جست اساعده لكن تاني حاشيل الطورية وصبقوا على الحواش. أبوي صفا يا بنتي أنا عارف غلطت فيك لساني فلت لكن أنت عارفة أنا بمية ولد ما ببدلك. كان كدي يا أبوي وما دايرني أزعل وأخذ في خاطري. أنت ليل ارتاح وخلينا نمشي الظهرية. ما عندي حاجة كثيرة في الحواشة موية وبمشي بكفيلة وبجي. أنا بكفيلة ما لكن ما تلكينا يا أبوي عليك الله وافق. خلاص موافق. هسا عليك الله كم الدنيا دي ها؟ نشتغل مع العبيد ده بالأجر؟ الله يعني. أسمعني هنا الغاية بتبرر الوسيلة بعدين إحنا ما شغالين مع العبيد احنا شغالين مع امه. امه دي مقرشه وبعدين مزارعيه نجيضه. لا صح امه دي من ناحيه نجيضه نجيضه. قالوا وقتين ابو العبيد ده رقد امه دي مسكت المزرعه ونجضتها. بعدين احنا دارين القروش دارين القروش بيستفيد تودينا مدني لما نسافر. احنا تالي اهمنا في العبيد ولا في امه؟ اها اخوانا العبيد اي امك دي قالت تدينا كم في حشه ب 20 جنيه ورقه قرشه. 20 دي ما بسيطة؟ بسيطة عليك يا رسول يا أخي. نحن غير السفر كمان دارين هناك مصارف أخوانا
راح يكون نخش على 20 ده ننتهي منه بعد ذاك نقبض قروشنا دي ونسافر الفخر الله مسويها يا اخي. كم 20 دي ما حبه على الحج ده عليك الله؟ بسيطه لكن نسوي شنو بعدين نسافر. ها يا مرقف يا كنت امشي. الله حسين اخي ياي صفزات المبتغى باني. لا حول والله يجازيك يا البشرى الله يجازيك. الحواش عشك بدك دار تعشكي بالبيت نورت الحلة دار تعريس اللي زول حسن مني حتلقى زول حسن مني وين. الأصبر أصبر الفلس بيحصرك وبتجيني راجع وبرتبك تمام. الليل 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 خليه بس المسافة دي نمشيها برجلينا ساكت. طيب ما كان تحرك البوكسي بتاعك وترجعنا الحلة. أنا لو عندي بوكسي مكان مشيت بيت ذهب. أخوانا كربوا بطونكم ما هذي لان حواشة. الله بطوننا ذات وفاضية حبة بليلة كان ناس صباح. راجل صفا بنتي دي شايلة همي نايم وقايم وحاسة بتعبي السعيني اللي سبقتنا على الحواشة. صفا صفا طيبة وحنينة والله. اه يا بشرة ما بتحمل فيك طعلت الشوكة. والله والله انا ما بحمل فيها كدرنا قوم امشي الحقة. لا 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 خليها خليها تفش غبينتها. والله كلامك صح أحسن أخليها بالشوقة بالأرض بتكذب حار. والله اللي بيسويه راجل ما يسوي. والله يديها العافية شهيك سمح لكن كان قليت لينا بنات كذي بتطلع معانا كويس. ما عندي بن. أمشي لي عباس قول لي عباس ادينا بن. عندك قروش؟ ما تخليه يكتب في الدفتر بدين؟ أنا عباس ثاني ما بقي في وشه راجل المسيخ همسخ بين الترموس. يا العبيد دارت اساعد ابوك؟ بدور اساعد امي. دي رساله لكم يا شباب. يا زول هي نحن بعد ما رجعنا على الذهب بس. هيا احنا ماشيين الذهب. الله الله الشغل في الحواشات دخل لين للحريم وللنسوان. يا ناس ذهب ناس ذهب ساي رح ذهب دربه صعب. لا لا نمرق من الحلة دي تاني ما في حاجة صعبة نمرق بس بس عليك الله. هنا قبلك قبلك قرصة يا معلم. عقيف عقيف لينا أنزل أكون أخواننا. بسم الله. أديني يا عباس خليني نمشي. أنا ما قلت لك الدين وقفته وقفته ليلة بس أديني ولا تاني ما وقف في وشك. جهلت موضوعي وعملت أضان الحامل طرشة. موضوع شنو يا عباس؟ كمان أنا عندي معك مواضيع؟ بقيت نساية. والله يا عباس ما متذكرة. أنت بتعبي في العدس ده مودي وين؟ ما دار عريس؟ عدس عدس؟ على عريس جننك يا عباس. أديني البول حقي خليني نمشي. ولا جنن جنن. الله يستغفر الله العظيم. هاكي الجنزبيل البشرة عنده المصران ما بيشرب الجنزبيل. خلاص انا بجيب معايا المصران واجي اشرب معاكم الجنزبيل. بسم الله اي اجي اشرب معاكم المصران وخذ معاكم اي اللهبة تلاها صفي مثله. الزراعة دي سمحة بالحيل وسرها عجيب. الأرض دي سرها في بطنة وخير جواه.
ده عذاب ده، ده عذاب. أصبر عليك الله، قوم اشتغل، خلينا نسيل قريشاتنا دينا بشي مدان يا أخي. يا إخوان، إخوان عليك الله، خارجونا سريعين، إحنا باكر عندنا سفر. ما سيم مدان يا أخي. تو العبيد، هاي أمك دي قروشة جاهزة؟ ما جاهزة، إلا بتبيع لها تقرة وبتدينا قروشة نسافر بها. هاي هذا؟ يعني إحنا هننتظر التقرة لغاية ما يبيعوا واحدة تدينا قروش؟ الله الله، التقرة دي دولار. دولار والله تفكك كدي الجار عليك ما يلفع. اخوان عليك اسيبوا الكلام ده، راح كون نشتغل نقبض قروشنا دي نسافر مدن ونتخارج. اروح يا اخي. قلت لك تقرا الله. والله يا عباس بتتذكر حاجات عفى عليها الزمن. ايوه، وانا بتذكر يوم الثلاثاء ده كان يوم النظافه. كيف؟ كيف أهم حاجة النظافة في الطابور؟ أيوة، أنا بتذكر في ثلاثة من الثلاثات وانت جاي من بعيد وشايل الصوت ورجل لابدتي وسخونة يبتو وعين تلك كده، وعين تلك كده، وشفتك الجماعة انجلد وجلد نظيف، بس عملتك شنو؟ عندي مغص قاعد تتعيد، بس انت قاعدت في راسي فوق وبس ضط معطني معطى والله، بس انت تريب قمتها بس قبال ما ترفع يدك وتديني الصوت الثاني يلا فلهي فل جريت 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 جري نظيف. يعني مرقت مني؟ مرقت منك، لكن ما مرقت من كلبة ناس عطية. والله سكتني لك سكة، سكتني لك سكة وفرر فرر 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 جري جري. شفت الحلة دي بكرح بكرح كلي. الله يوسخك يا عباس. استغفر الله العظيم واتوب إليه. ريحه الارض وهي مليانه بالمويه ترد الروح. اخواننا نرجع المرسيدس دي تبرقنا فوق الحله. مرسيدس؟ قصدك الكارو سيدس؟ انا اسف، بدي تخجلوا منا. اخجلوا اخجلوا. نخجل ليه؟ نخجل لشنو؟ حشينا بعشرين بعشرين الف. ها بكره ماشيين مدني. انت العبيد كلمت امك قلت لها ماشي معانا مدني وبعد ذاك ماشيين الذهب. هي عارفه عارفه وقلت لها جيب لي معاك قميشة. يا جماعه هوي هوي، انا بدي انا خجلت منها. اراكم بري لنا ساكت اراكم. يا زلمه ما بمشي، بقول تنتظر الكاروس. الله انتوا كم ماشيين امشوا، انا بنت عمي دي ما بخليها في الخلا ده برا. انا قاعد معك بنتظرك. انتظر ابوي قوم اشرب اللبن. لا الليلة انت حتشرب اللبن. ده لبنك انت يا ابوي، انا متين قاعد اشرب في الكوباية الكبيرة. الكوباية الكبيرة بشرب فيها لأجل البيت، وانت الليلة لأجل البيت. والله انت يا ابوي اشرب اللبن عشان رجاء قومه بدري تمشي العقر الموية دي. ابشر ابوي. بشرك الله بالخير يا بنتي. وفتها قلت له بالله تنتف الشيبة دي، لما تيجي تنتف الشيبة البياي تلقى الشيبة البياي قامت. لا تفضحني مع صفا، حسي بتجي بياي، حسي بتجي بياي الملكة، وما عندها درب غير بياي غير بياي. عباس صفا 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 اللي بتجي في الخفاء. أصبحنا وأصبح الملك لله يا أخي. أسمعني، التجارة دي في السوق بتدورها ولا مشيبة قدام؟ صغيرة؟ ايه ده دارت قدام الروضة؟ صغيرة صغيرة؟ بديك فيها 80. 80 شنو؟ التجارة دي مأمنة تأمين شامل كامل. خلاص 100، بديك فيها 100. خلها 120 عشان 60 أدها لأمي و60 أسافر بها مدني. ماشي مدني بتين؟
هسا خلاص سوق التجر وامشي اربطها لي في زريبه وتعال صادي اديك قروشك. خلاص راح الملكة. راح الملكة. الشكية لا الله الليلة صفا مرقت بلا شاهي. خليها يا حليمة خليها، البذوق طعم الأرض ما بيشبع منها. يا راجلها طعم شنو أرض شنو؟ داير تجنن البيت والشهيلة الطورية؟ داير شهيلة الشيلة أحمل المسؤولية زي ما أبوي حملني المسؤولية. ما شفت يا حليمة أنا خطيت الطباشير بهجاي وشلت الطورية بهجاي؟ لكن انت راجل وهبت ضعيفة ومسكينة. دايرة تقوى، دايرة تقوى بالأرض، دايرة تشد أزرها بالزراعة، دايرة تمد مروتها بالحصاد. بس نقوم على عواستي. عوسي عوسي يا حليمة عوسي، لكن صفا خلاص عرفت دريبة. عباس اديني رطل سكر. لا 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 صفا لا البشرة ما مرق الخلا. لا لا مرق الصفا. مرق الصفا؟ ما شفتها لكن مرت بجاي؟ اجي صفا ما عندها دريب غير الدريب ده، لكن مرقت من تخشم بدري. انت بتكون نايم. نايم؟ نايم؟ نايم يا عباس؟ نايم يا عباس وصفا تجي بجاي وتمشي فيك؟ نايم 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 ليش نايم ليش نايم نايم ليش نايم انا اشوف وش ده كان فيه ما بتجي تجي راجع تجي راجع كان جات راجع بجاي انا اشوف كان في شبه نماطه والله انا الشبه ده ما احي ما عطوا لما نشوف الفوقانيه دي بالله بققت لكن صفا لا كمان كان لقيت البتاع الاسود ده عملت جلطته هنا ما بتبقى مبالغ يا عباس اي 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 صفا يا اخوانا ما تخلونا اخش اشوفه لكم. دقيقه يا عبيد يا اخي عثمان انت متاكد انه ده الفرن الشغال فيه بلا؟ والله حسب الوصف ياهو هيدا الفرن الشغال فيه بلا. اخوانا خلاص اخوانا اقول لكم حاجه، قولوا بسم الله ونخش بكرعنا الشمال. الشمال ولا اليمين؟ رح كاي اخش انا ذاتي جيعان. والله يا صفا أنا عصيدة جاهزة من صباح الرحمن، أبوك حرف من دخل يدينا فيها، قال إلا تجي صفا. عاد بتنفعنا بتنفعنا غيرها حليمة. والله يا بشرة ما بتنفعنا. الله يخليك لي. والله يخليك لي يا بنتي. ولا أقول لك يا ولدي؟ العفو يا أبوي، أنا ما عملت حاجة. كيف ما عملت حاجة؟ أنت شايلة طوريتك ضحوة وظهرية. الأولاد الصبيان ما سووها. الليلة جبت لكم شمار حار من دكان عباس. شمار شنو يا خالتي؟ الأولاد قلبوا الخدمة في الخلا، مرقوا فيه مدني. ديل منون ديل؟ عثمان ودى الصادق، وحسين ودى البلولة، والعباد ودى السارة. مالك يا الحاجة متى يدك؟ ما تاكل؟ شبعتها شبعتها الحمد لله. والوداهم مدني شنو؟ كان ما خاف الكذب؟ مرقوا فيه محل الذهب. الذهب؟ هاي الذهب؟ كنا ماشيين الذهب. عليكم النبي أزيد فتحي ليه فتحت عباس؟ يا أخي أنت ما قال لك ما تجيب لي سيرة ناس الحلة يا أخي، عباس جابوا هنا شنو؟ ها لكن أخواننا أنتوا الذهب ده عندكم له جهاز؟ ما هذا الموضوع ذاته جابنا ليك؟ قلنا نشتغل للي مقولون نشتري الجهاز ونمشي الذهب. أستاذ بلا مدني دي فيها شغل؟ الشغل راقد الشغل راقد عليك له شغل افران. انا بريد شغل الافران صحيح؟ لا لا شغل الافران حار ادوكش السوق ادوكش السوق. عين خليه يجيب لنا عيش زياده تاني. السوق نايم وما في بيع، قلت اجي اشرب معاكم الجبنه.
كثر خيرك والله. الله يبارك خيرك والله. الله يكرمك. الله يديك العافية. أها يا البشرة خففت عليك. عليك يا عباس الجبنة دي تقيلة؟ كان تقيلة شراب بالكارو. إيشني هن شراب بالكارو؟ أنا عارفة ليك، أنت ما قلت تقيلة. قلت ليك الجبنة. لا سمحة سمحة. أشرب 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 سمحة. صفا نامت قالت مصدعة. خلاص رح 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 نديك لبنة دول رح. يا زول ما تشرب فنجانك قايم وين؟ اشربه انت، شرب السم هذا من هنا جاي بورة السكر وبورة البن عشان عيني بصادف عينك. انت قاعد اللي كده ده القون جات. انت بتلاقي انك بتقول في شنو؟ لا قلت لك الايام دي في بعوض بعوض بعوض. ايوه بعوض. بيجوا ناس الرش بيجوا 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 بعوض قون جات كده. ليمون يا الليمون والغذاء مضمون يا سيري عمك. الليمون يا الليمون. هاي بعد هاي الليلة؟ في رجلي صاحبك ده قرض العجور. يا زلمة تكمل عجور ده الله يجيك عجوره في راسك ده. لا جعان يا اخي عجور تبيش عجان عجور يعني. والله صاحبك ده اكل الربح وخش على راس المال. جعان ها؟ جعان. اهار فطور كيف؟ لا فطور ما بيعوا حاجة ما في فضل يكون فطور. لازم ناخذ طبيعي لنا شيء. الليمون يا الليمون يا مضمون يا الليمون شيل يا خالة الليمون يا الليمون يا الليمون يا مضمون يا أجي يا عباس. قلت لك يا حنيمة هكذا أديه ولي صفا قولي ليها جابوا عمي عمو شنو يا قولها جابوا عباس بتاع البغالة. البغالة دي لذيذة مش كده؟ سامح قلت لك عمي بارد بارد تعملي ليها خلاص خلاص. قلت لك يا انت صفا دي ما عندها موبايل؟ عندها ده تضرب ليها؟ دار رسلها رشيد اقصد رصيد. والله هون العشق ده ملخبط لخبطه لخبطني لخبطه. يا الله صفا صفا انت ما يا صفا انت ما يا اخنا انت ما دار تساعدين يا حليم. ما دار تساعدين والله ما دار تساعدين. انا دار اساعدك. اساعدك كيف يا عباس؟ دار زاخر منك البيت دي من وشك قاعد لك في نفسي باري. صفا والله ما بتقعد في نفسي. لكن يا عباس كان انت دايره تعال عديك ادي لي ابوه. والله الشدة خلاص انا بعدين جايبه جايكون على عشرية وشايل على الشهريه ويقول الله ولا الله ولا الله ولا الله ولا والله والله اللخبطه دي كمان في الناس الكبار شينا شينا والله مش تعمل لا سوى لا حول ولا قوه. العبيد العبيد مالك واقف لي زي محروقة الحشا. الجماعة ذيل اللغة العشا العشا اخوانا عشا ليكم ما عندي اخوانا دو دارين تقطعوا خيتي. قال لكم ان شاء الله عايز قروب صايم. خلاص امش وقت العشا الجديد يمروا بجيبوا لكم. همش يا اخ ثاني البلا انا قلت اكتروا شوية باقي الناس ذيل يعني جعانين جوع اطول شكل. يا شوف يا عباس الزراعة دي ما كعبة إلا الناس هم المهتموها. هاي الناس وينهم يا حاج البشرة؟ ما هدين الشباب كلهم مشوا مدني ها وخلوا الزراعة للنسوان والناس العجايز مصير ونمشي ويجوا راجعين للمشروع ده. هاي الناس الشباب المجانين دي يا أخي ما مرقوا في مدني. كم ما جوا راجعين يا عباس كم ما جوا راجعين حالك ده. انت اخواننا اسالهم ثلاثة يوم شغالين في السوق الناس مالكم وينو؟ السوق كعب معي انا العجول خسر. والله انا بقيت الببيعة اكلها في يوم. وانت العبيد
أنا راس مالي قطع الحمار المربوط في الفرن ده عندكم. كيف؟ بعد خليت بيع الليمون كنت أبيع منادي الورد. جبت ايه وجبتها. بالله لما لك فيها الحمار ده شف شف. أكلها؟ لا لا قشاب عرقه. صفا تعالي شيل الشعيريه دي وديها لناس ابوك وادعشي معاهم. بري انا باكل قبلي. سامح شيليها وديها. انت يا خالتي ما توديها براكي. سامح بوديها. وين الراجل؟ قلت شنو يا خالتي؟ لا انا ما قلت شيء، قلت ماشي خلاص اوديها. سامح العبيد الرغيف هنا؟ ما في رغيف الليله. البلا قال لي شنو القرقوش ده؟ قرقوش؟ ولا النبي البلة وين أشيء وين البلة؟ هذا جاي خير أخواننا. العبيد قال لي يا جماعة دايرينك. هاي والله كنا دايرينك تكلم لنا سيد الفرن ده، يعني دينا رغيف نبيعه آخر اليوم نجي نحاسبه. أخواننا ما تكلموا براكم؟ تكلموا برانا؟ هاي بتعرف من وين؟ بتعرفوا؟ بنعرفه من وين؟ سيد الفرن ده عمكم العوض ودى السرير. ودى السرير الواحد ده؟ ايه ودى السرير. لا لا كده اشتغلتوا تب ودى السرير؟ في الحساب خالي؟ وفي العربي؟ العربي خالتي؟ السلام عليكم يا شباب. السلام. ما جبتوا اي ايراد؟ لا هم العوض ما اشتغلنا حاجه كثير الليله. انتوا اولاد العجبكم في البهدله دي شنو؟ والله ما قلنا بس نجي نشتغل ونطلع مصاريف يعني. بعدين شنو؟ نشتري جهاز عشان نمشي به الذهب. ذهب؟ ذهب شنو؟ انتوا ناس عندكم مشروع قدر ده وتكوسوا للذهب؟ بعدين انت يا عثمان مش قاري زراعة؟ كتر خيرك والله يا حاج عوض، كتر خيرك. رجعت الاولاد للحله ورجعتهم لصوابهم. والله يا استاذ البشرى، هسه احنا مش عايشين في المدينه، لكن عايشين بخير الحواشات في الحله دي. الحواشات دي ما خير عام البلد كله ومدي البلد دي كلها. هسه احنا ما برعنا بقنطار قنطار وجبنا الكهرباء. أهلنا بشرك، الكهرباء جاهزه، منتظرين المزول يجي يفتتحها والحله تولع. هادي ما نعمة؟ الوضع عثمان ده قال زراعة، استفيدوا منه. كيف؟ ده ما ولدنا يا أخي. ها أستاذ أنا مش يا زول، ما تقعد تفطر معانا. لا أنا ما ماشي على الحواشات كده أشوفها. لا، كان ماشي الحواشات أن نقوم مش معاك. أها رح أن نلبس جلابتي وأجي لاحقك إن شاء الله. Thank you.
عثمان صفا اسفين لنا ما كان نخليك تدافري ودعافري في الارض دي براك، بس دي كانت غفله. نسينا انه الارض دي هي ربتنا وقرتنا. لكن بوعدك يا صفا من الليله اخد ايدي في ايدي وخد يدنا فوق الارض. الارض دي دايره قوه ونفس حار. بالعكس، الارض دي دايره حنيه ونفس بارد. ومقطوع الطريق ده معلومه اجي معاكم حسين الشين ياهو مش العظيم قاعد هناك ليه؟ ما كان يجي داير يموت من الجوع؟ هزاننا العبيد ده حسين ده ماكل اصابعينه هناك الله يزعلني. كيفين؟ يعني ما بيلقى ياكل؟ والله الا كان ياكل في خاطره. رحل عوض الشمس وقعت خلاص. يا سلام عدينا يوم جميل خلاص. اسمع يا البشرى. مرحب. طبعا عثمان ده ولدي ولدك. بالحيل ولدي ولدك والله. عثمان ده داير بيتك صفاء. والله عثمان ما باباو. عثمان ولد كويس. لكن انت عارف صفاء دي روحي ونفسي وأمانة في رقبتي. بيحفظ الأمانة. لا هو ولد كويس وأنا بضمنه. أنا قبال ما أمنه بتي بأمنه الأرض، لأنه اللي بيحفظ الأرض بيحفظ العرض. زول هيما مجروح.
شاد المجد العالي صروح بكرة نلاقي وعد أخضر بكرة نغني والحسرة تروح والحسرة تروح تروح.